الإصحاح في الإصحاح 31 يقول: وكلم الرب موسى قائلا انتقم انتقام بني إسرائيل من المديانيين. إذن هذه الحرب المقدسة يسمونها انتقام الرب وانتقام بني إسرائيل من أهل مديان. طبعا من يقول أهل مديان هذا نموذج، هذا الانتقام يجروه مع كل الأراضي التي يتوجهون لغزوها. خلي تسمع وفاء سلطان اليوم من الذي يغزو، من الذي قتل، من الذي سبى، سوف نقول. محمد قتل، محمد غزا، محمد سبى، محمد غنم. وكلم الرب موسى قائلا انتقم انتقام بني إسرائيل من المديانين. فكلم موسى الشعب قائلا ليجهز بعضكم أنفسهم للقتال وليخرجوا على مديان ليحلوا بهم انتقام الرب. حرب مقدسة يعتبرها، ليحلوا بهم انتقام الرب. من الذي قال ذلك؟ موسى عليه السلام بحسب هذه النصوص التوراتية، بحسب سفر العدد. الآن رح يبدأ الانتقام، خلينا نشوف شو رح يكون هذا الانتقام. ماذا فعلوا في قتالهم؟ ما هي قواعد الحرب عندهم؟ ما الذي يتعاملون فيه مع البشر الموجودين في هذه المدن؟ ما الذي يقوله موسى عليه السلام؟ فقاتلوا مدين كما أمر الرب موسى واقتلوا كل ذكر. واقتلوا كل ذكر، هسه راح تقول لي شي عادي هاي حرب يقتل كل ذكر، اقول لك راح خلينا نكمل ونشوف شنو الشي العادي والطبيعي وشنو مو شي مو عادي. وبعد ايش سووا الان؟ قتلوا كل الذكور. بني اسرائيل ذهبوا الى هذه الى مدين، الى مدين، وقتلوا كل الذكور. وسبى بنو اسرائيل نساء مدين واطفالهم، سبوا نساء مدين وأطفالهم. وبعد ما الذي فعلوه؟ وغنم بنو إسرائيل جميع أو غنموا جميع بهائمهم ومواشيهم وأموالهم. الآن أخذوا غنائم. تقول وفاة السلطان كانوا يقولون محمد قتل، محمد سبى، محمد غزا، محمد غنم. هل تعلمون معنى غنيمة؟ هل تعلمون معنى غنيمة؟ نعلم معنى غنيمة لأننا نقرأها الآن في أسفار التوراة التي أميت عينيك عنها. وما الذي نكمل؟ وغنموا جميع بهائمهم ومواشيهم وأموالهم وأحرقوا بالنار، وأحرقوا بالنار جميع مدنهم مع مساكنهم ومخيماتهم. أسألك بالله ماذا صار؟ شنو الصورة اللي صارت أمامك لما يقول لك أحرقوا بالنار جميع المدن والمخيمات والمساكن؟ شو تذكرت؟ ذكرت ما يحدث الآن أمامك، أمام ناظريك في غزة، كيف يحرقون الأرض، لا شيء أمامهم، خط أحمر ماكو، لا مستشفى، لا مسجد، لا كنيسة، لا مدرسة، يحرقون الأخضر واليابس، المتحرك وغير المتحرك، البشر والحيوان، لا يبقون بشرا ولا حجرا ولا مدرا. لماذا؟ الآن رح أعرف، لأن الأبشع قادم في هذه النصوص، ستشهد عليهم نصوصهم اليوم. جاءوا الآن كملوا، قتلوا الذكور، سبوا النساء، سبوا الأطفال، جابوهم وياهم هم والغنائم والماشية والأموال الجوي، وجاءوا بها وين؟ إلى موسى، وأخذوا الغنيمة كلها والنهب من بشر وبهائم، وأتوا إلى موسى وإلعازار الكاهن وجماعة بني إسرائيل بالأسرى والنهب والغنيمة والمخيم. الآن راح يخرج موسى عليه السلام لاستقبالهم، سيخرج موسى عليه السلام لاستقبالهم. راح نشوف ردة فعل النبي موسى عليه السلام. شرح يكون النبي موسى عليه السلام قائد بني إسرائيل الآن، هو بعثهم بأمر الرب كما تقول نصوصهم. ما الذي فعله الآن؟ شنو ردة فعله؟ قتلوا وسبوا وجاءوا، جاءوا بالغنائم، بالسبايا، بالنساء، بالأطفال. شنو رد فعل موسى عليه السلام؟ ماذا سيكون رد فعله؟ تقول التوراة في سفر العدد إصحاح 31 14 الآية 14: فغضب موسى على ضباط الجيش. فغضب موسى على ضباط الجيش. كيف راح يجي في بالك أنه غضب عليهم لأنه سبوا النساء والأطفال؟ خطيئة، كيف يسبون النساء والأطفال؟ ربما لذلك غضب النبي موسى عليه السلام؟ كلا كلا. إذن لماذا غضب موسى عليه السلام؟ تقول لنا التوراة: وقال لهم موسى، بعد أن غضب راح نعرف شنو سبب غضبه، وقال لهم موسى: هل استبقيتم الإناث كلهن؟ هل استبقيتم الإناث كلهن؟ ليش مبقين النساء؟ ليش سبيتوهم وجبتوهم؟ لعش يريد نسوي بيهم؟ شي يريد يسوون بيهم؟ النبي موسى عليه السلام شي يريد يسوي بيهم؟ راح ينطي أمره اللي يريده، قواعد الحرب اللي يريدها النبي موسى عليه السلام كما جعلوه بني إسرائيل في نصوصهم. هل استبقيتم النساء الإناث؟ هل استبقيتم الإناث كلهن؟ والآن فاقتلوا
كل ذكر من الأطفال. والآن فاقتلوا كل ذكر من الأطفال. يقتلون كل ذكر من الأطفال؟ لأن فرعون كان يقتل كل ذكر من الأطفال، فكيف يطلب منهم النبي موسى عليه السلام أن يقتلوا كل ذكر من الأطفال؟ أليست هذه بشاعة فرعون في التعامل مع الأطفال، قتل الذكور الأطفال؟ فكيف يأمر النبي موسى عليه السلام وحاشا أن يقتل الأطفال الذكور؟ طيب إن كان النبي موسى عليه السلام كاد أن يكون المفروض كان يكون أحد ضحايا القرار الفرعوني، ولكن الله أنجاه واصطفاه لرسالة، فكيف يقوم بهذا الفعل والإجرام الفرعوني؟ طيب أليس هذا الفعل اللي كان يفعل فرعون هو من الأفعال التي أوردته موردة تهلكة ليخرج إلى غضب الله سبحانه وتعالى وأن يحل عليه غضب الله سبحانه وتعالى ويغرقه في اليم؟ فكيف يكرر النبي موسى عليه السلام هذا الفعل؟ هذا أول طلب أو هذا أول أمر من النبي موسى عليه السلام. راح نشوف الأمر الثاني. الأمر الثاني ماذا يقول لهم؟ الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. ثاني، واقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة رجل. واقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة رجل. يأمرهم بقتل كل النساء المتزوجات. الآن هذا الفعل الذي يفعله النبي موسى عليه السلام بحسب التوراة، نصوص التوراة المحرفة، ألا يكون بهذا الفعل أشد إجراما من فرعون؟ لأن فرعون كان يقتل الذكور الأطفال ويبقى النساء، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآن النبي موسى عليه السلام قال لهم لا، اقتلوا الأطفال الذكور واقتلوا معهم النساء المتزوجات. وتنتهي القصة هنا؟ لا، ما تنتهي القصة هنا. ماذا يقول؟ وأما إناث الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال. هسه قتل الذكور الأطفال وقتل الإناث المتزوجات، تبقى البنات الصغار الأطفال من الإناث، هذول شنو مصيرهم؟ هذول استبقوهن لكم، يعني شنو؟ يأخذوهم بنو إسرائيل وتصبح حصتهم، يفعلون بهن ما شاءوا. من الذي سبى؟ من الذي قتل؟ من الذي قتل الأطفال؟ من الذي قتل النساء؟ كما تقول التوراة النبي موسى عليه السلام. بنو إسرائيل، هذه قواعد الحرب التي يتعاملون بها. وبعد الإناث من الأطفال القاصرات تجعل التوراة هذه النساء أو هذه الأطفال من الإناث من الأطفال حصة بني إسرائيل. وين أصوات اللي كنا نسمعها أو نسمعها دائما وهي تنتقد وتقول الإسلام يسرق الطفولة، الإسلام يحض على زواج القاصرة، الإسلام يقتل الطفولة، النبي محمد هو من تزوج طفلة عمرها 9 سنوات. هذه الآن النصوص أمامكم، أتحداهن تحدي من الآن إلى يوم الدين أن يأتوني بنص قرآني واحد، نص قرآني واحد يقول فيه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه اقتلوا كل ذكر من الأطفال، واقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة رجل، واستبقوا الإناث من الأطفال لكم، وخدعوا العالم كله بأن الإسلام دين إرهاب، بأن نبي الإسلام إرهابي، بأن كتاب المسلمين كتاب إرهاب. قالوا الإسلام انتشر بالسيف، لم يرد لفظ سيف ولا أحد مشتقاته ولا مرة واحدة في القرآن الكريم. وليخرجوا لي آية يوجد فيها كلمة سيف أو إحدى مشتقات، بينما في كتابهم الكتاب المقدس تقريبا 390 مرة لفظ سيف، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، ويقولون الإسلام انتشر بالسيف. بينما هنا ماذا تقول التوراة؟ طبعا هذه لقواعد الحرب بالنسبة للمناطق القريبة، المناطق اللي شوية أبعد منها وليروحوا لها، هم عندهم قاعدة، كل أرض تطأها قدمك فهي ميراث لك. بنو إسرائيل عندهم قاعدة توراتية إنه كل أرض تمس تطأها قدمك فهي ميراث لك. طيب إذا كانت ميراث له، فما الذي سوف يفعله بهذه الأرض؟ أنتم اليوم اللي تركضون على التطبيع، ترى هو ما يريد يطبع لسواد عيوكم، لكن يريد يدخل على هذه الأرض ليطأها بقدمه، فإذا وطأها بقدمه أصبحت ميراثا له، وإذا أصبحت ميراثا له ما الذي يفعله؟ يفعله ما يقوله لنا سفر التثنية، السفر الخامس من أسفار التوراة، الإصحاح 20 العدد 16. وأما مدن تلك الشعوب التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا
فلا تستبق منهم نسمة، فلا تستبق منهم نسمة، بل حرمهم تحريما. أي مدينة تطأها قدم بني إسرائيل؟ الصهاينة، يعتبروها ميراثا لهم، وإن أصبحت ميراثا لهم فهم سوف يمارسون الجينوسايد، الإبادة البشرية، الإبادة الجماعية. لا تعتقد أن سكوتك اليوم على ما يحدث في غزة هو نجاة لك، بل هي البداية النهاية، لأن معناه أنه سوف يستمرون في جرائمهم، سوف يستمرون في تمددهم، هم يقودون معركة الشيطان الأخيرة. السكوت لن يجدي، لأن قاعدتهم تقول فلا تستبق منهم نسمة.